أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين، لا سيما بضعتك المهضومة المظلومة. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا عبرة كل مؤمن ومؤمنة، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. شفيعي إليك اليوم يا خالق الورى، رسولك خير الخلق والمرتضى علي، وصبطاه والزهراء بنت محمد، وصبطاه والزهراء بنت محمد، وأفضل أهل الأرض في زهده علي، والباقر علم الأنبياء وجعفر وموسى، وخير الناس في رشده علي، ومولاي من بعد الكرام، ومولاي من بعد الكرام إلى الورى محمد المحمود، ثم ابنه علي، وبالحسن الميمون تمت شفاعتي، وبالقائم المهدي ينمى إلى علي. أئمة حق لا فضيلة بعدهم، سلالة خير الخلق أفضلهم علي. حسينا حب حسين بالمرضع، حب حسين بالمرضع، حسينا سر بعروقنا ويا الدم، حسينا أبد والله ما ننسى. صوتك أبد والله ما ننسى، أبد والله ما ننسى. حسينا نعيش نموت ويا ابني الزكية. صلوات
وحيكم يا شيعة مرحبا بيكم، وحيكم فخر للناس ميتكم، وحيكم برض طيب منازلكم، وحيكم نزل جبريل إلكم بالتحية. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. إلى شرف النبي وآله، رحم الله من يصلي على محمد وآل محمد. تقبل الله أعمالكم وطاعاتكم أيها الإخوة الزائرين الكرام، أخوات المؤمنات الزائرات الكريمات، وأنتم في فناء وصحن المولى أبي عبد الله الحسين، نسأله تعالى أن يجعلنا وإياكم من خدامه ومن زواره ومن الفائزين بشفاعته يوم يقوم الحساب بحقه عند الله، وببركة وثواب الصلاة على محمد وآل محمد بأعلى الأصوات. من أهم الأمور أحبتي التي يجب أن يتمتع بها الإنسان المؤمن هو الأخلاق، فالأخلاق الحميدة من صفات المؤمن، من شيم المؤمن، فالمؤمن هش بش. وهذه الآية الكريمة تشير إلى أهم جوانب التي تمتع بها رسول الله، أهم الجوانب التي تمتع بها نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو عظمة الخلق والأخلاق. الآن حضرتك تشوف صاحبك يضحك وياك، يتكلم وياك ببشاشة، تقول هذا والله عنده أخلاق، لكن أنت ما تعرف الجانب الثاني أو الصورة الثانية لهذا الإنسان في بيته، في داره، مع أقربائه، ربما قاطع للرحم، ربما عاق للوالدين، فما يظهر هذا، لكن الله تعالى يعلم ما في القلوب، يعلم المكنونات في دواخلنا، فهو يعرف أخلاق النبي صلى الله عليه وآله، ولم يقل له وإنك لعلى خلق، إنما أضاف هذه الصفة أحبتي وإنك لعلى خلق عظيم. العظمة في الأخلاق. وهذه شلون صارت؟ صارت في التسامي على الحقد، على البغض. ما أحوجنا أيها الأحبة في هذا الوقت أن تكون أخلاقنا هادئة مع الآخرين، أن تكون أنفسنا كاظمة للغيظ. وهذه من صفات المؤمن. الآية شو تقول؟ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. أول مرة نحصل مغفرة، ثم بعد المغفرة نحصل على الجنة، بدون مغفرة ما نحصل على الجنة. المن أعدت؟ أعدت للمتقين. إذا لاحظوا صفات المتقين أحبتي. ما معنى المتقي أو التقوى؟ عمل صالح وانتهاء عن المعصية. أما واحد يجي يسوي عمل صالح، يصلي وراه يكذب أو يطفف بالمكيال والميزان أو يستغيب، هذا ما يتصف بالتقوى. المتقي الذي يعمل الصالحات وينتهي عن المعاصي. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. عرضها يعني مو العرض والطول الهندسي، لا، سعتها. أعدت للمتقين. ما هي صفات المتقين؟ الذين ينفقون في السراء والضراء. عند فلوس ينفق، ما عند فلوس يجي فقير يروح يداين ويجي ينفق. وطبعا تلقاه عند أهل البيت سلام الله عليهم. والكاظمين الغيظ،
مو قنبلة موقوتة بس تقول له شوية دن اللي قدام هاجب وجهك ويجي على سبب تافه يصير معركة ويصير مشاجرة ويطلع سلاحه ويطلع معرف ايش، وتنتهي القضية بسفك الدماء وتنتهي إما إلى القبر أو إلى السجن. لكن إذا الإنسان كظم غيظه وسيطر على عواطفه وضبط نفسه ما تحدث مشكلة أخواني. للأسف الشديد تجد الآن كثير من المشاكل نتيجة عدم ضبط النفس، وتروح بسبب ذلك دماء محرمة. لئن تزول السماوات والأرض أهون على الله من قطرة دم حرام تسفك. شوية دلنا قدامه بالسيارة دق له هورن وعيط عليه وينزل ذاك ويصير عركة، وهذا طلع سكين وهذا طلع جاب سلاح وذاك ما عرف ايش، وبالنتيجة أحبة تصير مشكلة كبيرة. نتيجة العركة أخواني، خلنا نحفر، نحن في حرم أبي عبد الله عند هذا الإمام العظيم اللي كل واحد زائر يجب أن يتخلق بأخلاقه بسلوكياته، وإلا شلون احنا نكون زوار وخدام؟ إما السجن وإما القبر وإما المستشفى، أكو غير ذني؟ ماكو غير ذني. فلا بد أحبتي من أن نكظم غيظنا، هاي من صفة من صفات المتقين والعافين عن الناس، يعفو عن حقه، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، يقوم يحسن للمقابل. إمامنا موسى بن جعفر يروى أنه كان جارية تصب له الماء فأخذتها هيبة الإمام وارتعدت، سقط الإبريق على جبهته شجة، قالت مولاي والكاظمين الغيظ، قال كظمت غيظي، قالت والعافين عن الناس، قال عفوت عنك، قالت والله يحب المحسنين، قال اذهبي فأنت حرة لوجه الله. شوف شو الإحسان، لاحظ. إذن هنا الله تعالى من نعمة النبي، لماذا؟ لأنه جاء إلى الطائف ليبلغ الرسالة، واجهوه بالحجارة والشتم حتى أدموا جسده الشريف، جلس يدعو ربه ويشكو إليه. دائما اشكي همك لله سبحانه وتعالى، لا تشكي لأحد، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فنزل ملك الجبال قال يا رسول الله مرني بأمرك، اعطيني إشارة أطبق عليهم هذين الجبلين. قال لا، إنهم قوم يجهلون. شنو هالأخلاق؟ قال واحد أنا عندي قابلية أفنيه أنهيه وأجي أعفو عنه، شنو هالسمو؟ شنو هالأخلاق العظيمة أحبتي؟ فينزل قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. لذلك نجد أحبتي الأخلاق كثيرا ما ذكرت في القرآن الكريم. هذه الآية اللي قرأتها على مسامعكم، ويقول تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، ويقول تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذه أخلاق الإمام. يجي واحد الإمام زين العابدين يريد أن ينال منه والإمام ما يهتم له، فهذا ينزعج يتأذى، يقول له إياك أعني، للإمام يقول له، والإمام يقول له وإياك أعرض. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وأعرض عن الجاهلين، وأن الجاهل ما يفقه، أعرض عنه، حاول أن تبتعد عنه. إذن أحبتي سمو الأخلاق، فإحنا لابد أن تكون أخلاقنا أولا كيف تكون مع الله سبحانه وتعالى، وأخلاقنا مع المجتمع. عندنا علاقتين أخلاقية، الأولى الأخلاق مع الله عز وجل، والثانية الأخلاق مع المحيط من حولنا. أما الأخلاق مع الله أحبتي كيف تكون؟ الله عز وجل أنعم علينا نعما ظاهرة وباطنة،
وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أول نعمة أوجدنا في هذه الدنيا أخوان، وانظر إلى نفسك من رأسك إلى أخمص قدمك. الله انطانا الصحة، انطانا المال، انطانا الولد، فلابد أن تسخر كل هذه النعم أحبتي، نعمة العاقل، نعمة الجاه، تسخر لخدمة المؤمنين وبالنتيجة التقرب إلى الله تعالى، تسخر لعبادة الله عز وجل. هاي الصحة اللي الله انطاني اياها أسخرها لعبادة الله لا لمعصيته، لأن أنا إذا أريد أواجه الله وأشكر على نعمه فأواظب على طاعة الله والانتهاء عن معصيته. أيها الأحبة، أيها الكرام، واحد يعطيك فد هدية، يعطيك فد بذل معين، شو تقول له؟ شكرا. كلما ازداد العطاء ازداد الشكر، كلما يزداد العطاء يزداد الشكر لله لهذا المعطي. زين، الله تعالى ايش قد انطانا نعم، لابد ان اواجه هذه النعم بالشكر. اعطاني صحه، اشكره بالعباده بالطاعه. اعطاني فلوس، اشكر الله بالبذل، ابذل هاي الاموال للفقراء للمساكين، لا ابذلها لمعصيه الله والعياذ بالله. لذلك يقولون أحبتي أن الدافع لعبادة الله عز وجل، ليش إحنا نعبد الله؟ أنا ذكرت لكم بالأمس قضية العبادة وعرفت العبادة، يقولون العبادة هي التذلل والخضوع والانقياد لمن يعبد. يجي الإمام زين العابدين يقسم العباد، يقول إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، يعني حتى من يحصل على فد مغنم يحصل على جنة، وهي عبادة ممدوحة، مثل التاجر الذي يدخل التجارة لأجل الربح. إذا التاجر يدري ماكو ربح ما يدخل بهاي التجارة، هاي عبادة ممدوحة، لأن الجنة أهل لأن يطمع فيها. وإن قوما عبدوا الله رهبة خوفا فتلك عبادة العبيد، مثل العبد يخاف من السيد ماله ينفذ أوامره خوفا من العقوبة. وإلا أحبتي لو يجينا مخبر يقول يا بني ما يصلي يترك الصلاة ما له ثواب بس ما يدخل النار، كم واحد يترك صلاته أخواني؟ كم واحد يترك الصوم؟ وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار، أي عبادة الأنبياء، عبادة الأوصياء. لذا نرى النبي صلى الله عليه وآله وقف يدعو ربه، يعبد الله تعالى إلى أن تورمت قدماه، يصلي تتورم قدماه. الله تعالى يقول له طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. أهله يقولون يا رسول الله رفقا بنفسك، ماذا يجيب بأبي وأمي؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ فالإنسان يشكر الله على هذه النعم. كيف تشكر الله؟ الله ما يريد منك فلوس ولا يريد منك مثلا عقار، يريد منك عبادة. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فأنا إذا اجتهدت بالعبادة أخواني ما أزيد على الله شيء، وإذا قصرت في عبادتي ما أنقص من الله شيء. واضح الفكرة إن شاء الله؟ هل تعود علينا أحبتي؟ فإذا هكذا أدب رسول الله مع الله سبحانه وتعالى. يجيك أمير المؤمنين سلام الله عليه، إلهي إني ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، ولكني وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. أنت أهل يا الله لأن تعبد. وتشوف أدم مع الله، هكذا أهل البيت إخواني، شي يقدم الله؟ أنا وأمثالي صلينا صلاة الليل
بعد القاع ما تشيلنا. وهذا القضية اللي يجيك إبليس لعنة الله عليه، قضية العجب، سوى فد عمل صالح، ساعد لفد مسكين أو فقير، وجاب الكاميرات وجاب الموبايل، بس أنت مسويها الله لو المن، لأن هذا واحد من المسؤولين بالدولة العباسية بنى مسجد، كتب مسجد فلان، إجا بهلول رضوان الله عليه غير العنوان، سماه مسجد بهلول هكذا يروى. ذاك جاء قال اشتكى إلى هارون العباسي لعنة الله يعني، فإجا نزع على بهلول قال له تعال انت شلون تغير هذا؟ قال له يا أمير الفاسقين، هذا أرد سئلة باني البناء المسجد الله لو لأجل الناس لأجل الشهرة؟ قال لا طبعا باني الله أنا. قال إذا باني الله بعد ما يفرق سميته مسجد بهلول لو سميته باسمك، النية وصلت. فأنا حينما أغدق إخواني على مود الناس يشوفني لو على مود أطبق الآية وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، أنا من أصلي حتى يقولون عدنان يصلي لو على مود الله يرضى عني. مثل ذاك كان يصلي فالصلاة الله أكبر، يركع يسجد، جاء واحد يمه مر قال ما شاء الله شنو هالصلاة هاي اللي جد لطيفة صلاتك، قطع صلاته قال لك مالي أنا صايم ترى. فواقع ليكون الإنسان إخواني يقدم عمل لأجل الرياء، لأجل أن شوفوني أنا فلان جاء أقدم عمل، لابد أن يكون العمل خالصا ليس فيه شوائب، إذا كان صلاة إذا كان إنفاق. ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. كذلك أهل البيت أحبتي صلوات الله وسلامه عليهم كانوا يصلون لله سبحانه وتعالى. الإمام زين العابدين يقول عجبت كيف أولدني أبي وكان يصلي في اليوم والليل 1000 ركعة. 1000 ركعة، هذا أبو عبد الله. وكذلك الإمام زين العابدين، وكذلك أئمتنا صلوات الله وسلامه عليه. إذن أحبتي هاي الأخلاق، القسم الأول الأخلاق مع الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن نواظب أن نحض أنفسنا وأن نحثها على طاعة الله والانتهاء عن معصيته. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يجي القسم الثاني إخواني، أخلاقنا مع المحيط من حولنا، كيف يجب أن تكون أخلاقنا أحبتي؟ من أسباب النجاح إخواني في كل مكان، إذا كان أسرة، إذا كان عمل أكاديمي، إذا كان عمل حرفي، من أهم أسباب النجاح هو الأخلاق. يجي أولا الأسرة اللي تشوف أنه الحث على الزواج، حث الشاب والشابة من الزواج من الإنسان المؤمن. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، ما قال فلوس عقارات ذهب ألماز، دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. هذا المنهج اللي الله يخططه. أنت تريد تبني بيت، تجيب مهندس مخطط جيد يسوي لك خريطة حلوة، تجيب بناء جيد يبني لك البيت، تجيب مواد جيدة وتبني بها هذا البيت حتى يكون بيت رصين، يكون بيت قوي يتحمل آثار الزمن، وإذا تصدع تصلحه. لكن أحبائي إذا حدث صدع في الأسرة، في هذه الخلية المهمة من خلايا المجتمع، إذا حدث صدع ليس من السهولة إصلاحه. الحمد لله توفقنا في خدمة المولى أبي الفضل العباس 18 عام، ولازلنا إن شاء الله مستمرين بتوفيق الله وبأنفاس أبي الفضل. يعني الحالات إخواني، حالات الطلاق التي رأيناها كثيرة جداً، ولا ينبغي في مجتمع مؤمن شيعي أن تكون هذه حالات الطلاق، وكلها صدقوني أسباب تافهة.
أسباب أصلاً ليس لها معنى. وهذه الأنا الموجودة عند الإنسان، عند الآباء، عند الأمهات، ما ينطي من روحه. أنا لازم هو يجي يعتذر لي، هي تجي تعتذر لي، أنا ما أروح لذاك، وهكذا. هذا التكبر، هذه الأنا الموجودة عنده، وذلك بالنتيجة هذا التدخل في شؤون الزوج والزوجة يؤدي إلى الطلاق أيها الأحبة. حالات كثيرة. أبغض الحلال عند الله الطلاق. فلو كان الزوج أخلاقه طيبة وطبق تعاليم النبي وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام ما يصير حال الطلاق. إذا الزوج كان خلوق مع زوجته، لا يسمعها كلاما نابيا، لا يضربها، لا يمد يده، ما ترى بها آثار. واحد مات شيع النبي وصلى عليه، دفنه، أم قالت له هنيئا لك الجنة يا بني. قال لها لا تشترطي على الله، لا تشترطي له على الله الجنة، فوالله لقد ضغطه القبر ضغطة كسرت عظامه. قالوا ولم يا رسول الله؟ قال كان سيء الخلق مع أهله. كذلك الزوجة لابد أن تستمع أو تسمع كلام زوجها، لا تعصيه، لا تخرج من الدار بدون إذنه، أن تتجمل له، تتطيب له، ولها أجر وثواب. جهاد المرأة حسن التبعل. يقول الحديث الشريف إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وصانت فرجها وحفظت بعلها تحفظه في ماله في عرضه، فلتدخل الجنة من أي باب شاءت. فإذا هذه العلاقة أحبتي إذا كانت موافقة لأخلاق أهل البيت تكون أسرة ناجحة. ماكو كبرياء بين الزوج والزوجة، والله أنا كبريائي ما يسمح لي، أختي الفاضلة، أخي المؤمن، هذه علاقة عظيمة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم، يعني من صنفكم، من جنسكم، من نوعكم، أزواجاً، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها. سكن قلبي، سكن روحي، سكن جسدي، مو عراك، مو شجار على أقل سبب تافه. شو يقول بعدين؟ وجعل بينكم مودة ورحمة. المودة لوحدها لا تكفي، والرحمة لوحدها لا تكفي أيها الأحبة. لابد أن تجتمع المودة والرحمة حتى ترقى الأسرة إلى أعلى مراتب السعادة. تجي بعد العلاقة مع الجيران إخواني، والجار ذي القربى والجار الجنب، لابد أن تكون أخلاقنا مع الجار أخلاق طيبة، لأن من آثار الخلق السيء اللي يتأذي به جيرانك هو أن تقطع يدا هذا الإنسان ورجلاه. يقول النبي في تفسير الآية إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. يقول هذه الجزء من الآية سألها معاذ بن جبل النبي فغرورقت عيناه بالدموع، قال يا معاذ لقد سألتني عن عظيم، يحشر أصناف من أمتي يوم القيامة قد ميزهم الله وبدل صورهم، فطائفة تحشر على هيئة الخنازير، جل الله السامعين، وطائفة تحشر على هيئة القردة، وطائفة يحشرون مقطعة أيديهم وأرجلهم، وطائفة يحشرون عميا يترددون في عرصات القيامة. أما الذين يحشرون على هيئة الخنازير فأولئك آكلة الربا، آكلة السحت. الآن عندنا ما شاء الله شوف الربا منتشر، أداينك ترجع مليون، ترجع لي مليون ربع، شون هذا الخنزير؟ إذا الخنزير الثاني أجلكم الله انجرح
يجز علي. والذيب كذلك، شاعر يقول: وكنت كذئب السوء لما رأى دما بصاحبه يوما أحال على الدم. هذا هو مكسور القلب، محتاج، أنت بدل تعينه تجهز عليه، ويجي واحد آخر يتداين، هذا يكرمه يطيب، بعد روح يجي يتبجبج: والله دخيلك، دخيل الله ودخيلك، الله وأنت داين فد 100,000 200,000 فد نصف مليون، عدي حاجة وإن شاء الله رأس الشهر أرجع لك ياها. يجي رأس الشهر وغيب روحه، ويجي الشهر الثاني والسنة الأولى والسنة الثانية، حالات موجودة أخواني. قطعوا سبيل المعروف، بعدك واحد يداين واحد، يا بفلوس اعطيني اياها انت وعدتني، راح بعد ما تشوفه اصلا. فذولا واقعا يحشرون على هيئة الخنازير. اما الذين يحشرون على هيئة القردة فاولئك القتاتون، قتات النمام، يسرق المواد، يجي يم هذا يقول لك: عمي الله يساعدك، هذا صاحبك شنو، بس جيب الطاريك ظل ينال منك فدنيل عجيب، كل ما أريد أسكته معودته أصدقائه وأحباب ما فاد، يجي على هذا نفس الحال، يسرق المودة فيما بينهم. شاهد الكلام هذا أخواني: وأما الذين يحشرون مقطعة أيديهم وأرجلهم فأولئك الذين يؤذون جيرانهم. فهي كلها بها آثار أخواني، لابد أن تكون أخلاقنا طيبة مع الجار، والجار ذي القربة والجار الجنب. أكو جار عنده حق واحد، جار لا هو من أقربائك، وواحد عنده حقين، يعني ذاك الأول لا من أقربائك لا من أرحامك، وهذا الثاني من أو هم جارك وهم من أرحامك، إلى حقين عليك، والجار ذي القربى والجار الجنب. بعد عندنا أخواني أخلاق الطبيب مع المراجع مع المريض. تشوف للأسف الشديد بعض الأطباء الطب وجعك يزداد، بعض الأطباء الآخرين الطب يما نص وجعك يروح يهدئك من روعك. هسه بعد شنو صارت القضية للأسف؟ أشو ذولا بيا كتر من جهنم، الله ينتقم منهم إن شاء الله. يكتب الراشيته، يتعاون ويا صيدلي من الصيادلة، أكتب لك إشارة، هاي الراشيته ما حد يقرأها بس أنت، علامات خاصة، اتقوا الله. هذا مريض، أكو ناس فقرة ما عدا فلوس الدواء. أحد أقربائي أرحامي زوجته كان مريض، مريضة مرض عضال، توفت الله يرحمه. انطاط طبيب راشيته، جاء على صيدلية رخيصة، صيدلية تابعة العتبة الحسينية المقدسة جزاهم الله خير الجزاء، ما عرفوا يقروها، يقول سيدنا ما عرفوا يقروها إلا وديت الصيدلية اللي هو دازني عليها، يا الله قراها، علامات خاصة يخلوها. أين يذهبون من عقاب الله؟ هذا سحت حرام أو تحليل إلا من المختبر الفلاني، هذا أفضل مختبر موجود. اتقوا الله أنتوا إذا فعلا موالين وشيعة وتنتمون إلى مدرسة أهل البيت، هذا العمل مشين، عمل محرم الذي تأكلونه السحت، اتقوا الله أيها الناس. إذن علاقة المريض مع الطب، علاقة معلم مع التلاميذ أخوان أيضا لابد أن تكون علاقة طيبة، هذه كلها تندرج تحت الأخلاق. أنت إذا الطالب حبك راح يأخذ درسك، راح يأخذ منك الدرس، لا أن يستوحي شوية أذى من يجي الدرس مالك، لأن أنت إنسان ما تعطي حق الدرس، هذا ينثر أخلاق. لابد أن تعطي حق الدرس، تجي تشوف الآن يقصر في درسه على مود يروحون يأخذون دروس خصوصية، هذا حرام لو حلال أخواني، ماذا تقولون؟ والله كانوا أساتذتنا يأخذون إضافي، القدماء يعرفون جيل الستينات
ياخذونه اضافي ما يلحق، خصوصا البكالوريا، ويتعب، كان يتعب يتعب ينطي الدرس حقه. واقعا الى الان نكن لهم كل احترام، كان لهم كل تقدير واقعا، اساتذه افاضل رحمه الله على الماضين وحفظ الله الموجودين. الان مستوى العلمي هابط جدا اخواني، ليش؟ بسبب سوء التدريس، هذا ايضا يتبع الاخلاق اخواني. رحم الله امرأ عمل عملا فاكمله واتقنه، مو بس يكمله، يكمله ويتقنه. فاذا احبتي الاخلاق الطيبه تجي الان الباعة التجار ايضا لابد ان تكون عندهم اخلاق طيبه اذا اراد ان ينجح بعد التوكل على الله. الاخلاق الطيبه، ذول الاثنين اخوه، واحد يبيع عسل واحد يبيع طرشي، هذا صاحب الطرشي مخللات اموره ماشيه، ذاك اموره بالعكس. زوجة هذا صاحب العسل قالت شنو السبب، انا زوجي تاجر ليش اموره بالعكس وذاك ما شاء الله اموره زينه؟ راحت على صاحب العسل اللي هو زوجها، سلمت عليه بالقوه، رد لها السلام، اكو عندك عسل؟ اي عندي عسل. يتكلم بثقل بتعالي، راحت على اخو صاحب المخللات، رحب بي، اهلا اختي تفضلي، تريدين منا تريدين منا تريدين منا. رجع زوجها قالت لا انا عرفت السبب، انت تبيع عسل حامض واخوك يبيع طرشي حلو باخلاقه الطيبه. فاخواني من اسرار النجاح بعد التوكل على الله في كل اعمالنا، في اسرنا، في تعاملاتنا، الاخلاق بعد التوكل على الله، الاخلاق الطيبه. ونتعلم ذلك من اهل البيت عليهم الصلاه والسلام. ايها الامهات عاملوا اولادكم بلطف. هذا الموبايل اللي تقعد عليه الاخت المؤمنه ساعات متواصله، اريد اقول هاي الكلمه واختم المجلس ان شاء الله تعالى، وما تقعد تتكلم ويا ابنها يقول لك والله هذا ابني نار كبره. زين اذا انت تتعاملين وياه على مود صاحبتك لا تتاخر تردين عليها بكلام، سيارتها فد مواضيع مفيده، فد مواضيع قيمه، تسكت ابنها، تعطيه موبايل تعرض عينه ورقبته وفقراته للاذى على مود هي تقعد تسولف. تعلموا من فاطمة الزهراء كيف تتعامل مع أبنائها. يجي الإمام الحسن يسلم، السلام عليك يا أمه يا فاطمة، تقول وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. يقول لك والله ابني مو مثل الحسن، وأنتي ما تصيري علمي صيري مثل فاطمة كيف تتعامل، حاولي خلق ويا الأولاد، حاولي تربيهم التربية الصالحة. دور الأم دور كبير أخواني، دور الأم دور عقائدي، فضلا عن اللبن تغذيه غذاء مادي ترضعه، أكو غذاء معنوي وهو الولاء العقيدة. أكثر ما تؤثر الأم في عقيدة الولد أكثر من الأب، لأن في تماس مع الولد أخواني. ذاك الشاعر شي يقول لا عذب الله أمي، اللهم ارحم أمهاتنا الماضيات واحفظ الأمهات الحاضرات وأطل في أعمارهن يا الله، لا عذب الله أمي أنها شربت حب الوصي وغذتني في اللبن وكان لي والد يهوى أبا حسن فصرت من ذي وذا أهوى أبا حسن. دور رسالي كبير، دور الأم دور عظيم أخواني. غدا ستسأل، للأسف الآن نشوف الأمهات، أنت جاي للحضرة قدش ما شاء الله بنية متجاوزة السن، يعني متجاوزة التاسعة من العمر، يا بلا بسيها ربطة تقول إيه والله سيد خالتها بالجنطة، شنو تخمريها أنت بالجنطة خالتها؟
عد فقط من الطبل الحرام تلبس بيت الربطة، كأنما أكو كتاب فقط بداخل الحرام تلبس، أما خارج الحرام مسموح. وهذا من هسه ما تعلميها على الحجاب من تكبر بعد الضوج من الحجاب. يؤتى بالمرأة المتبرجة، اسمعوا أمهاتنا آبائنا إخواني، يوم القيامة أيتها المرأة لما لم تتحجبي؟ تقول يا رب أنت حكم عدل، أبي وأمي لم يعلمان الحجاب. فيؤتى بالأب والأم ويدعون ثلاثتهم في نار جهنم والعياذ بالله. فلابد أن نراعي هذه القضية أحبتي، نتعلم من فاطمة الزهراء، من زينب الكبرى. فإذا دور الأم دور كبير. إذا مررنا بدور الأم أحبتي، لاحظوا أبا الفضل العباس عليه السلام، فالليلة إن شاء الله عندنا وقفة ويا العباس، لكن اليوم أريد نتناول عن أمه أم البنين. الإمام أمير المؤمنين رأى يتزوج، قال لأخيه عقيل وكان نسابة يعرف بأنساب العرب، مو بس يعرف بالأنساب، يعرف هاي القبيلة بيش تمتاز بالشجاعة بالفروسية، هاي القبيلة تمتاز بالجبن، هذه القبيلة تمتاز بالكرم، عنده علم. اخطب لي امرأة قد ولدتها الفحولة من العرب، تلد لي فارسا مغوارا ينصر ولدي الحسين. ساعة يحتاج لشرح، ساعة اشرح لك على الجانب الوراثي اللي يأثر بالولد. منا أمير المؤمنين بطل الأبطال حتى يكتمل النصاب الثاني من الأم أيضا تورث. فرأسا مباشرة ماذا قال عقيل؟ أين أنت عن فاطمة بنت حزام ابن خالد الكلابية؟ فليس في العربي أفرس وأشجع، مو بس من منطقة مالتهم، بالعرب كلها، فليس في العرب أفرس وأشجع من آبائها وأجدادها. شوف طبعا احنا عادة الشارع المقدس يوصينا أن نختار ذات الدين، فاظفر بذات الدين تربت يداك. المتدينة المؤمنة المتدينة الصالحة ليش تختار زوجة؟ لأنها راح تصير مثل الشجرة المثمرة، تولد لك أولاد صالحين، تربيهم تربية صالحة، الأولاد الصالحين أيضا راح يربون أولاد صالحين، وهكذا تكون كالشجرة المثمرة التي تؤتي أكلها كل حين. فركز الإمام على الجانب الوراثي، وهو عد علم يعرف من هذه. هذه كانت من المؤمنات العابدات، هي وأبوها وعائلتها كلهم. شلون تعرف كانت من العابدات؟ هاي كلها تورثها الأولاد أخواني. يقول من إجا يخطب عقيد يخطبها من أبوها، قال خل أسألها، هذا نسب مشرف عظيم، لكن لابد من سؤال المرأة، ما أجبرها، ما يصير، لا يجوز الجبر، العقد باطل إذا مجبورة المرأة. فإجا تسمع اسمعها تحكي ويا أمها، قالت أماه إني بالأمس رأيت رؤيا كأني في حديقة غناء، والأشجار والأنهار والسماء صافية، أرى القمر في كبد السماء منير، نوره يخطف الأبصار، النجوم في السماء، وأنا أتفكر في خلق الله. بالمنام تتفكر في خلق الله، شوف هذا الإيمان. بينما أنا كذلك، وإذا رأيت القمر قد تزحزح من مكانه وسقط في حجري مع ثلاث نجوم. أتحتاج صلوات ولا؟ سنت. فإذا أحبتي تزوجها أمير المؤمنين. شوف الولاء، شوف العقيدة، زفت إلى دار أمير المؤمنين، وقفت على الباب، قالت لا أدخل حتى يأذن لي سيداي الحسن والحسين.
جاء الحسنان قالت سيداي أتأذنان أن أكون خادمة عندكما؟ أنا خادمة يمكم. يقول وح أحلى سنين عمري وأجمل أيامه يوم جيتكم للبيت خدامة. فدخلت بيت أمير المؤمنين، هذه امتلأت بالحب والولاء لمحمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليه. فبقيت فترة ثم قالت لأمير المؤمنين يا أمير المؤمنين أنا أطلب منك طلب، ثوب تريد؟ ذهب تريد؟ شنو تريد؟ قالت أطلب منك أن لا تناديني باسمي فاطمة، هي اسمها فاطمة، لئلا يتذكر الحسنان زينب أمهم فاطمة فيتأذون. فالإمام استقرأ المستقبل كناها بأم البنين. هذا شنو الحب والولاء؟ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. أعظم مصداق للمودة لذي القربة هي أم البنين سلام الله عليه. لذلك ربت أولاد أخواني، هيدا أقول لك دور الأم إيش قد مهم، ربت أولاده وغذتهم بحب أهل البيت. لذلك تشوف العباس عليه السلام قد تميز جانب الأب التربية الأبوية، تميز عن أخوته، إن لعمي العباس أمير المؤمنين ربي أولاده أخو تربية واحدة، لكن شنو هالتميز لأبي الفضل؟ إن لعمي العباس منزلة يغبطه عليها جميع الشهداء يوم القيامة. هذا التميز، شنو الله انطال عباس اللي الشهداء يغبطوه يتمنون أن يكونون مثله. العباس إنه وقفة إن شاء الله يوم خاص على ميزات العباس إن شاء الله تعالى أحبتي، لعله الليلة المقبلة بإذن الله تعالى. فإذا هذه السيدة غذت أولادها بحب أم البنين. العباس ما كان ينادي الحسين بكنيته يا أبا عبد الله، كله يقول له سيدي يا ابن رسول الله. يقول له ليش خويا؟ قال أنت ابن السيدة وأنا ابن الخادمة. بس مرة واحدة يقولون ناداه حينما وقع على الأرض، عليك مني السلام أبا عبد الله. يقولون أنه رأى فاطمة الزهراء قالت ولدي أبا الفضل. اللي جاءه الحسين مسرعا وقف عنده، هذا يشوف معنى الأخوة شقد عظيم. رآه مقطوع اليمين واليسار والسهم نابت في عينه، نادى الآن انكسر ظهري وقلت حيلتي وشمت بي عدو. أيها الإخوة، يا من متخاصمون، أنتم متخاصمون مع إخوتكم، ارجعوا إلى صلة الرحم إلى أخوانكم. أخاك أخاك، فمن لا أخله كساع إلى الهيجة بغير سلاح. لقمان غاب عن أهل 4 سنين، رجع قالوا له مات أبوك، قال عتق نصفي، قالوا ماتت أمك، قال عتق كلي، قالوا ماتت زوجتك، قال سترة جدد فراشي، قالوا ماتت أختك، قال سترة عرضي، قالوا له مات أخوك، قال الآن انكسر ظهري. لذلك تشوف أن أم البنين سلام الله عليها حينما جاءها الخبر لم تسأل عن أولادها، إنما جل سؤالها عن أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. حينما جاء بشر بن حذلم وهو ينعى الحسين سلام الله عليه يقول نظرت إلى باب انفتح، خرجت منه امرأة وقور تحمل على كتفها طفل. هذا الظاهر كان من أبناء أبي الفضل العباس سلام الله عليه. قالت له أنت الناعي ريحانة رسول الله؟ قلت نعم. قالت أخبرني عن الحسين.
أهو حي أم لا؟ شوف الذهول. بشر بن حذلم يقول عرفت هذه مرأة مذهولة، لأن الناعي ينعى رجلا ميتا، سألت عنها قيل لي هذه أم البنين أم العباس وإخوته، يقول قلت أخبرها عن أبنائها بالتدريج خوفا عليها من أن تموت، قلت لها عظم الله لك الأجر بولدك جعفر، قالت هل سمعتني سألتك عن جعفر أخبرني عن الحسين. كل ما يخبرها بولد من أولاده تقول له هل سمعتني سألتك عن، أنا أريد الحسين، أنا وأولادي فداء للحسين، إلى أن قال عظم الله لك الأجر بأبي الفضل. عضيد الحسين هذا. يقول نظرت إلى كتفها مال، سقط الطفل من على كتفها، قالت يا بشر لقد قطعت نياط قلبي. تعرف شنو النياط؟ هاي الحبال اللي تربط القلب، إذا تقطعت القلب يتقطع. أخبرني عن الحسين، قال لها عظم الله لك الأجر بأبي عبد الله. لطمت رأسها صاحت وولداه وحسيناه، يقلها عظم الله جرك بجعفر وعون، تقل لك الفدا لحسين يروحون، يقلها عبد الله غدا وياهم فرد كون، تقل الفخار ريحانة المختار، يقلها عباس 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 انشتل وش تقولين، تقل اخبرني بقرة العين يدق على راسه وصايه، يا هلا بيك يا حسين. وين راحت ام البنين؟ ذهبت الى دار ابي عبد الله. اتواسي زينب واخوات زينب، بكت زينب وصاحت يا حزني، اجت هم البنين بظهر محني، شو تقولها؟ اسعدني اسعدني على ابني يلتحبني، اسعدني على ابني يلتحبني. جلست عند زينب تسألها عن نصرة أولادها لأبي عبد الله، اتقلها اتقلها رد نشدك على راعي المحنة، السوى الخواتم النخنة. شو تقولها؟ باوع باوع. إن كان لسان حال أم البنين، إن كان ما راضين عنا، مولاتي زينب إن كان ما راضين عنا أروح الكربلة وعاتبنا، وبعد وحرم حليب الشراء، يا أب منا. شو تجاوب زينب؟ تقلها لا يما اش تقولين، ثلاث انعام من اخوتي الطيبين بذلوا موجهم دون الحسين. تقول انا لضحيت، هاي الاه طلعها من قلبك، ها انا لضحيت بالاربعه يا حسين ضاع. هلا بيك تمنيتك ترد لي سالم سالم، تمنيتك
الوسط يا الشايل البيت، يا عمود الوسط يا الشايل البيت. أنبئت أن ابني أصيب برأسه مقطوع يد، ويلي على شبلي أمال برأسه ضرب العمد. لو كان سيفك في يديك لما دنا منك أحد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. إخواني أعزائي، ترى أم البنين باب من أبواب الحوائج إلى الله. عندك حاجة تقرأ لها فاتحة تقضى حاجتك، عندك حاجة تقرأ لها 100 سبحة صلوات، يعني 100 مرة صلوات على محمد وآل محمد تهديها إلها تقضى حاجتك. اللي عنده حاجة، اللي عنده مريض، اللي يريد الله يرزقه إن شاء الله، نتوجه من حرم الإمام الحسين سلام الله عليه إلى الله تعالى، نقول إلهنا بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. بحق أم البنين باب الحوائج إليك يا الله أن تصلي على محمد وآل محمد. وأولى حوائجنا يا الله هو تعجيل فرج إمامنا وسيدنا صاحب العصر والزمان، أرواحنا لتراب مقدم الفدا. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، واكحل نواظرنا بنظرة منا إلي يا الله. اللهم اقض حوائج المحتاجين، يسر أمور المؤمنين يا الله. اللهم اجعل هذا البلد آمنا، اجعل العراق وسائر بلاد المؤمنين آمنة مطمئنة يا الله. احفظ في شيعة أمير المؤمنين وزوار أبي عبد الله الحسين يا الله، وفي كل مكان من أرجاء المعمورة يا الله. إخواني الحاضرين الزائرين شيعة أمير المؤمنين، اللهم احفظهم فردا فردا، لا ترد هذه الأيدي إلا بقضاء الحوائج وشفاء المرضى وكشف الهم والغم وحسن العاقبة والفوز بالجنة يا الله. المؤسسون والقائمون والخادمون في هذا المجلس، اللهم احفظهم وأيدهم وسدد خطاهم إلى أمواتهم وأموات الحاضرين والسامعين ومن مات على الإيمان وأمواتي، وأخص بالذكر مولاتي وسيدتي أم البنين والشهداء الأبرار. رحم الله من يقرأ سورة المباركة الفاتحة قبلها الصلاة على محمد وآل محمد بأعلى الأصوات.